السلام عليكم. اليوم رانا في مدينة مستغانم، وسوف نأخذكم في جولة بداخل حديقة العرصة هذه التي تقع في أعالي مدينة مستغانم. والموقع هذا ليعود هنا إلى عهد هنا العثماني، يعني عهد الخلافة العثمانية، والذي تم إعادة هيكلته في الفترة الاستعمارية، والآن هو الآن صدد عملية تحت تجديد وإعادة تهيئة، وتم افتتاحه في الآونة الأخيرة يعني بضعة أشهر. والآن نروح في جولة رائعة في هذا الموقع اللي ولا حديقة عمومية تطل على مدينة مستغانم. نمشي شوية، وإذا كان في ملاحظات سوف نبديها. نخليكم تتابعوا هذا الفيديو بدون ما نقفل عليكم، خليكم تتمتعوا بهذه الجولة الرائعة في حديقة العرصة بأعالي مدينة مستغانم. والسلام عليكم. أمي مش عايز تسمع على وينيش، أنا عارف شيء.
عندي مار قلبي مقلبان هذا.